ترند النهارده مفيش غيره، ترند النهارده اللي هو الترند العالمي، مش المصري او السعودي او المنطقه، لا الترند العالمي اللي موجود دلوقتي ايه هو؟ نشوف. السعوديه طبعا 2.5 مليون 2.9 من 100% تغريده، 2 مليون تغريده بتتكلم على فوز المنتخب السعودي الاكثر تداولا عالميا. هذا الترند العالمي اكثر من 2 مليون تغريده على فوز المملكه العربيه السعوديه التاريخي على منتخب الارجنتين القوي بقياده العالمي ميسي. ولكن ميسي اختفى النهارده، لم يكن له اي وجود على الاطلاق. تاني بقول لم يكن له اي وجود على الاطلاق. اخفق ميسي واخفق دي ماريا واخفق جوميز، كلهم اخفقوا، ولكن النجاح يحسب لكتيبة الاخضر السعودي بهذا الفوز التاريخي.